هنا راح نشوف في الظاهرة علمية فيزيائية طبيعية شو تريد تسموها بكيفهم. هذا المي، المي مع العيون، درجة الحرارة مثبتة 33 درجة مئوية. مي مع العين مياه معدنية ينبع، درجة الحرارة 30 درجة مئوية. نتقدم هنا، هذا من عين آخر ساحبين المي، درجة الحرارة هنا 35 درجة مئوية. 35 درجة مئوية. هذا العين الثاني. العين الثالثة طبعا مياه صالح للشرب، مفيد للمعدة، درجة الحرارة 45 درجة مئوية، مياه معدنية. سيريا؟ لا، احنا من العراق. عراق سوريت ارمناية. ارمناية هنا طبعا عندنا الينبوع الثالث، درجة الحرارة هنا 50 درجة مئوية، صار 50 درجة مئوية. شوف العالم يجون يشربون من المي، مياه صحية، ومو بس يشرب، اللي يجي وياه ياخذ له بطل بطلين لتر مي يوديه للبيت. هنا عندنا 53 درجة مئوية. إيراف 53 درجة مئوية. أنا راح أشرب منها، مياه معدنية ومفيدة للصحة.